الباتل كيف كل صباح تتقدروا تحلوا مشاكلكم مع والديكم ولا مع وليداتكم. المشاكل ماشي مشاكل ولكن بعد النزاعات الصغيرة اللي كتتطور مع الوقت والولد كيكبر وما كيعجبوش الحال. هاجر صباح الخير. صباح النور سعيد. مرحبا صحيح. شكرا اللي انت معنا هذا الصباح وتشاركي معنا في الواتساب على 07 10 650 650. كي صبحتي؟ الحمد لله سيدي. انتم اللي كتبحتوا مع هذا البرد. احنا بصراحه سولي البرد كي كيصبح معنا. انا راه كنزل في الصباح ملي كنبغي نمشي كنلقى البرد براسو سخن. كيشوفني تيقول لي تبرو رجال كتخرجوا في الوقت ديالو. حنا كنوصلوا قبل البرد بصراحه. بصراحه كاين واحد اللي مرند في التخبيه هو هذا. احنا لا احنا ما مرنفينش بتخبيه هاجر. احنا عندنا موعد مع بزاف المستمعين ما ماشي بتخبيه. كلش عارفنا في كاينين. مرحبا هاجر. معك الولد ايوب. وي سيدي. عنده 10 سنين والسؤال ديالي هو شكون خاصو يختار المدرسه من بعد ملي غيكون يسالي ان شاء الله الاعدادي ديالو ولا الثانوي؟ شكون اللي خاصو يختار؟ واش نتوما ولا هو اللي يختار؟ الاختيار نورمالمون كيكون ديالنا ولكن جينيرالمون كنتشاور معاه انايا. زعما في الاختيارات بصفه عامه كنتشاور معاه. ولكن الا اختار واحد الشعبه ولا واحد المهنه بغى يديرها من بعد ولا شي حاجه اللي انت ما عجبهاش حيت كنعرفوا بان دابا بصفه نهائيه ما كتدخلش حيت مشى بعيد هو في المهن. بصح شنو بغى يدير هو دابا؟ ضروري الوليد الصغير تيقول كان ملي نكبر بغيت نولي هاد المهنه. راه بقى كيطلع النيفو حيت حنا من 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 طبيب المهندس البيلوت الاسترونوت رئيس الدولة. بغى يكون ملك. للاسف قلت له الملك ما يمكنش. الله اكبر. طبيعي يقول لا قول علمي. قال هذه كنظن قال لك على 3 سنين ولا شي حاجه. قول لي ماشي مشكل. 7 سنين. قول لي عرفتي شنو خصو يدير؟ قول لي عرفتي شنو غدير؟ غتجمع واحد الجيش ديالك ياك وغتشط الطياره وغتبعد علينا واحد كنقول لك شي 10000 كيلومتر. قلب شي بقعه خاويه في شي جزيره ولا شي حاجه شمالي ولا جنوبي. لي زانديجان دخل حيد كل شيء ودير درابو ديالك. الله يخليك السي عماد على رئيس دوله. قلت له واش عرفتي شنو القانون؟ قال لي وي كديروا الانتخابات وداك الشيء راه شفت في شي فيلم. تخربقات لي يمكن بين الرئاسيه والملكيه. هادشي اللي تخربق لي. لا زوينه. قلت له واقنعني باش نفوتي عليك. كل شيء فابور وغادي تفوتي عليا. فهاد اللحظه كنظن ان البرنامج كينتهي. كنكونوا سالينا البرنامج ديالنا الصباح هذا. هاجر الله يخليك نكمل لك غير الجمله. لا 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 ما تكملي. مازال ما وصلنا لايوب. تفضلي تفضلي. منين قلت له زعما قنعني. قال لي فابور. قلت له الاقتصاد جد زاد داك الشيء. قال لي وحنا راه كنبغيو الفابور وما كنلتزموش ان نعطيو غير الناس اللي ضعافة. غادي نقولوا نعطيكم فابور ان فوا يفوتوا عليا ما نعطي حتى شي واحد. بلاتي هذا هو. بحال هذا بحال 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 ولدي صغير. ملي كان صغير كتجبد تولي تقول لي قال لي شفار. ما فهمتش علاش. ما فهمتش. قال لي بغيت نولي شفار. قلت لي بغيت نولي شفار. دونك شنو زعما شنو ما فهمتش. حتى هو قال لي هكا شفت واحد الفيلم. حتى هو شاف فيلم صح. دولة من الافلام اللي كيشوفوا. صح بعض المرات. ولا جا عندك قال لك بغيت نولي بغيت ندير واحد المهنه انني ندير يوتيوبر ومشي نقرا هذا الشيء ديال الديجيتال. مع كامل احترامي لليوتيوبرز هذا هو المشكل الوحيد اللي عندي انايا. انا حتى فاش خداو لا تابلت القرار الوحيد اللي كان عندي باش ياخذوها ما يدخلوا لا تيك توك ما يتفرجوش في اليوتيوبرز ما يتفرجوش في الانفلونسور. اين هي الديمقراطيه يا اختي؟ اين هي الديمقراطيه يا اختي؟ ودوزي لي ايوب. دوزي ايوب نهضروا معاه. دوزي ايوب. ايوب صباح الخير. صباح الخير. كي داير؟ كي سمحتي؟ مزيان. قولي يا ايوب دابا انت ملي غتبغي دير شي خدمه واش انت اللي تختار ولا ماماك اللي غتختار لك القرايه اللي غدير باش توصل ديك الخدمه؟ انا اللي غنختار. سي مافي. بطبيعه الحال. بطبيعه الحال حياتك هادي. طيب اسمح لينا برصنا كانت الصباح اخويا ايوب. يمكن مازال ما شربتي القهوه ديالك. ايوب اشنو بغيتي ملي تكبر؟ بغيتي تولي دير هادشي ديال اليوتيوبر وانفلونسور وداكشي؟ شنو الربح؟ ما عندك ما تربح. شنو هي؟ اش قلتي لي؟ شنو ربح؟ جوج دريال. اوه تربح جوج دريال وغاتجي الضريبه ديالك. اوه خصني نديرو شي فقره فيها المحكمه. سكوت. هو شنو احنا بعدا ملي كنا صغار كنا دائما عندنا نفس المهن اللي كانوا كيدوروا عندنا كاملين. طبيب استاذ محامي مهندس بيلوت
ولا شفار. انا عمري ما قلت هادشي. هادشي كاين. عمري قلت لهم هادشي. انت شنو كنتي بغيتي؟ انا كنت كنقول لهم يا نكون منشطه اذاعيه ولا تلفازيه يا نكون ممثله يا نكون راقصه هذا رقص شرقي. نسيتها انت انا كنت بغيت نكون راقصه. عرفتي هذاك كنت بغيت ندير راقصه البالي. اوه وراه هي باش دير رقص شرقي خصك زعما خصك تكون كتعرف ترقص اي حاجه باش تكون بصح في لا ولكن سمح لي الشكل ديال الكرش ديالي ما كيسمحش لي ندير رقصة البالي لان تقل عليا ديال البالي لا بالي ايوب دابا شنو بغيتي تقول لماما كتصباح بغيتي تقول لها بان ماشي هي اللي خصها تختار انا اللي تنختار يلا يلا والمدرسة ماماك اللي غتختار لك فين تمشي للثانوي ولا لا انت اللي غتختار ولا مورا الباك ان شاء الله انت اللي غتختار المدرسة اللي تمشي ليها ولا والديك اللي غادي يختاروا لك مدرسة اختار اوبليس مدرستي في ابريمير كوليج ليسي ايوا علاش نبدل واش انا حيتهم صحابته بحال كتحيدني من صحابي لا ايوب ايوب دوز لي ماماك دوز لي ماماك يلا قال هاك السلام عليكم شتي هاجر غنيت شتي الا جاد الله شتي جيت عليكم والو شتي هاجر ما فهمتش راه عنده واحد الشخصيه قويه الولد تبارك الله ونتمنوا يطورها في حوايج زوينين اذا كنظن انك ما عمرك ما تفكري انت لا باباه انكم تبدلوا ليه المدرسه ولا شي حاجه بالنسبه لي حتى انا ما كنفكرش بصفه نهائيه زعما الشويسات تيتفات الحمد لله ما كنفكرش فيها اصلا تبارك الله الله يخلي ليك والله يخليكم بهدياتكم شكرا هاجر ايوب نتمنى صباح ونهاركم مبروك تبارك الله عليكم بسلامه تقدروا تشاركوا معنا في الباتل كل صباح